السلام عليكم. المتغيرات، ما هي المتغيرات؟ هي عبارة عن قيم محجوزة في الذاكرة. الذاكرة يعني تخزن في الرام، في الذاكرة العشوائية أثناء تشغيل البرنامج. هذه القيم لديها أنواع، يمكننا كتابتها والوصول إليها عن طريق اسمها. سنتعرف الآن على بعض النماذج على المتغيرات. أولا، لتعرف متغير، ما الذي سنفعله؟ أول شيء يجب أن نعرفه قبل بداية الانستركشن أو البلوك الذي سنقوم بالكتابة فيه. ولكي نبدأ في كتابة المتغير الخاص بنا، نكتب الاسم المعرف وهو var، ثم هنا نكتب اسم المتغير، اسم المتغير الذي سنستدعي. مثلا نعطي المتغير، نعطي له الاسم اي، هذا هو الاسم الخاص به. الان سنعطيه نوع فقط، يعني للحصر الانواع، يعني عندما نريد ارجاع قيمة معينة لقيمة معينة. لذلك يجب علينا تحديد نوع المتغير. انواع المتغيرات هي هناك الكثير من الانواع التي سنذكرها في درس منفرد. هي عبارة عن انواع البيانات، وهناك انواع كثيرة لا حصر لها، يمكن انشاء جديدة. لكن سنحن في هذا الدرس سنستخدم اثنان فقط، وهما الانتيجر او عفوا كما ترون هذا هو الانتيجي. لا نريد ان تطرق فيه، يعني شرحه بشرح مفصل، لذا سنشرحه في الدرس الخاص بانواع البيانات. وسنقوم بعمل متغير آخر بنفس الطريقة، يعني نقوم بغلقه، غلق هذا هنا. نقوم بكتابة اسم المتغير، ثم نقوم بكتابة نقطتين، ثم نكتب نوعه ونغلقها بنقطة فاصلة. نكتب متغير آخر S. هذا المتغير S من أي نوع؟ من نوع ست مثلا، نقول له string. هذا نوع متغير. الأعلى انتجر وهو عدد صحيح، والسترينج هو عبارة عن نص. بنفس الطريقة، طرق كتابة المتغيرات. مثلا لدي الآن متغير آخر وهو f، ويكون من النوع انتجر، عفوا متغير f، ويكون من النوع انتجر. لا اريد ان اكتبه مرة اخرى، يعني لا اريد ان اكتب تعريف مرة اخرى. ما الذي افعله؟ فقط علينا التوجه الى المكان الذي تعرف فيه المتغيرات من النوع انتجر. نقوم بكتابة فاصلة ونكتب اف. الان عرفنا متغير اخر جديد. نبدأ بنفس الطريقة، اس او اي متغير يعني يكون من نفس النوع الذي سنريده ان يكون. قواعد في كتابة المتغيرات. مثلا اذا كتبت متغير بهذا الشكل، تكتب واحد وبعدها اس، هذا لا يمكننا القيام بعملية انشاء متغير يبدأ بالرقم برقم. مثلا نقوم بكتابته بحرف كبير، هل يقبله او لا؟ عفوا، نقوم بكتابته بحرف كبير وسنجرب اذا كان سيقبله او لا. انتظر حتى يشغل البرنامج. كما ترون توجد هنا مجموعة من المسج، وهي مثلا هنا e is declared but never used، يعني يقول لك هناك متغير مستعمل او تم انشاؤه ولكنه غير مستعمل. كما ترون لقد تم تشغيل البرنامج بنجاح، يعني يمكننا كتابة بحرف كبير. وايضا في لغة الدلفي، لغة اوبجكت باسكال، الامر ليس حساس للاحرف. مثلا انت هنا كتبت المتغير اساس، عند تريد استدعيه بهذا الاسم، نعم يمكنك، سنتطرق للاستدعاء بعد قليل. قواعد اخرى في الكتابة، مثلا سنقوم بالكتابة، نقوم بكتابة رمز، لا يمكننا. هذا ايضا قاعدة اساسية، هو مثلا تكتب رمز، لا يمكنك هذا الرمز، اي المهم اي رمز لا يمكنك الا الاندرسكور، هذا هو يمكنك ان تبدأ به الاحرف الخاصة بك. لكن اذا اردت ان يكون الرقم بعدها مباشرة اس 6 يمكنك، او اس اندرسكور 6 يمكنك القيام بهذا، لا بأس، لكن في البداية لا يمكن. الان تطرقنا لتعريف المتغيرات، يعني الان المتغير معرف. سنعطيه الان قيمة. كيف نعطيه قيمة؟ مثلا هذا المتغير اي سنعطيه القيمة 10، سنعطيه القيمة 10. نقوم بكتابة اسم المتغير نقطتين ايكوال او مساواة، ثم نقوم بنقطة فاصلة بعد كل كود، يعني أمر مهم، بعد كل كود نقطة فاصلة نقول له اذهب الى السطر الاخر او اذهب الى الامر الاخر. نعرف المتغير اس،
المتغير s كما ترون معي هو عبارة عن string. مثلا string يمكن أن يكون string هو عبارة عن يمكن أن يكون رقما، يمكن أن يكون رمزا، يمكن أن يكون اسما. مثلا نكتب هذا الاسم كما ترون يقول لك ما هذا، يقول لك هناك خطأ، يعني هذا الخطأ معناه أن هذا ليس معرف، هذا الشيء ليس معرف. لذلك لتعريف string مثلا نقوم بوضعه بين النقطتين لكي يكون عبارة عن string، لأنه إذا كان بدون هذه المزدوجات أو النقاط بدون أن يكون بها سيكون عبارة كأنه متغير، يعني متغير كأننا استدعينا متغير. وإذا كان هناك يعني إذا كان هناك متغير من هذا الاسم سنجرب. كما ترون ذهبت الفصيلة عندما قمنا بتغيير متغير تسمية متغير جديد من الاسم أو يكون من النوع string سيقول لنا هذا. مثلا سنقوم بتجربة أن نعطيه هذا الاسم ويكون عبارة عن انتجر، لا يكون الخطأ لكن الخطأ أثناء التنفيذ. لذلك توجد مجموعة من الأشياء وهي تسمى دوال التحويل. ما هي دوال التحويل؟ أولا هذا الأس لديه قيمة، ما هي قيمته؟ أس لديه قيمة string يعني نص، وغاوف هذا ما هو؟ هو عبارة عن انتجر. لذلك يجب أن نقوم بالتحويل. سنستخدم دوال التحويل التي سيكون لها درس مفصل. دوال التحويل هذا عبارة عن رؤوف عبارة عن انتجر، لذلك سنكتب اختصار له انتي، ثم نقوم باستخدام to إلى ماذا؟ إلى اختصار string وهو str، ويقول لك هنا اكتب القيمة تكون عبارة عن انتجر. المتغير رؤوف هو عبارة عن انتجر، لذلك سينجح معنا الأمر بكل سهولة. نقوم بحذف لكي نقوم بالتجربة أكثر. تعرفنا على الدوال لكن سنقوم بشرحها بشكل مفصل. الآن إذا أردنا استعمال هذا المتغير في أكثر من مكان، كما ترون هذا المتغير الآن مثلا إذا أرد استخدامه في البرنامج الخاص بنا سنستخدمه فقط في هذا الحدث، فورم كرييت، سنقوم باستخدامه هنا فقط، لا يمكننا استخدامه في مكان آخر. لذلك يوجد حل آخر وهو أن نذهب إلى القسم public و private. مثلا إذا أردناه أن يستخدم في كامل النموذج، في جميع أحداث النموذج، ما الذي سنفعله؟ سنقوم فقط بأخذ اسمه، مثلا هذا هو المتغير، نقوم بأخذ المتغيران E و F، نقوم بأخذهما أو نقوم بقصهما بشكل كامل، كات كنترول اكس، ثم نذهب الى القسم بريفيات، نقوم بالذهاب اليه هكذا، ونقوم بتعريف المتغيران هكذا بشكل بسيط. كما ترون يمكننا كتابة var، سنجرب ونرى اذا كانت تعمل او لا. انتظر قليلا. الآن بما أن البرنامج نجح في التشغيل سنجرب الاستدعاء من أكثر من مكان. سنقوم باستدعاء المتغير اي أو إعطاء قيمة للمتغير اي، عفوا نقوم بإعطاء قيمة المتغير اي، نكتب اسمه ثم نقطتين ومساواة، ونقوم بإعطائه مثلا القيمة 10 هكذا. الآن هذا في حدث form create، يعني عندما يقوم بإنشاء هذا النموذج، عندما يظهر لك ذلك النموذج عندما ينشأ ستكون تلك هي القيمة. نريد أن نرى هذه القيمة على شكل عنوان، يعني هذا هنا form 1 هو عبارة عن متغير يمكننا تغييره، إما من هنا مثلا object inspector نذهب إلى الخاصية caption يمكننا أن نغيره إلى أي شيء نريده هكذا، يعني هو عبارة عن متغير. لذلك نريد أن نعطيه value، نريد أن نعطيه عفوا قيمة أو value، نعطيه قيمة الخاصة بالمتغير A والذي هو عبارة عن انتجر. كيف نفعل هذا؟ نقوم بإعادته إلى نفس الاسم السابق form 1، نذهب إلى حدث، يعني عندما نضغط عليه، عندما نضغط على هذا النموذج نذهب إلى Object Inspector ثم الـ Event، ثم نضغط على On Click ونقول له Form 1 dot الخاصية التي نريد تغييرها وهي الكابتشن،
الخاصية كابتشن، وهي عبارة عن كما تعلمون يمكننا كما رأيتم فيها فورم، وهو عبارة عن نص، وان هو عبارة عن رقم، يعني هو عبارة عن سترينج. لذلك ما الذي سنفعله؟ الاي هو عبارة عن انتجر كما ترون، سنقوم بتحويل الانتجر الى سترينج، ونقوم بالكتابة هنا ما هو الانتجر الذي سنقوم بكتابته. الانتجر هو اي، نقوم بالاغلاق. كما يعني اذا قمنا بك يعني لو عرفنا الاي ذلك المتغير اي عرفناه هنا، كان في هذا المكان عرفنا اي هنا، عفوا لو عرفنا المتغير اي هنا من نوع انتجر، فهو لن يمكننا ان نصل اليه من هنا لانه في حدث او في بلوك منفرد وخاص به. لذلك الان سنقوم باستدعاء اي يمكننا الوصول اليه، يعني قمنا باستخدام دوال التحويل ونستدعيه من اي مكان لاننا قمنا بتعريفه في القسم البريفيات، وهي التي يمكننا استخدامها في جميع انحاء النموذج هذا، يعني في هذه الوحدة فقط. ويمكننا ايضا استخدام هذا الفار او هذا المتغير اي، يمكننا استخدامهم في القسم بيبليك. سنعرف الان بعد ان يشغل لنا البرنامج. الان هذا هو حدث الانشاء، يعني كما رأيتم عند الانشاء ما الذي تم فعله، الشيء الذي تم فعله عند الانشاء وهو اننا يعني مخفي، هو امر مخفي لا يظهر لنا، وهو اننا اعطينا القيمة المتغير اعطيناه القيمة 10، والان نقول له في حدث الضغط نقول له التالي قم بتحويل الفورم 1 كابتشن الى الاي الذي هو عبارة عن انتجر، نقوم بتحويله الى سترينج باستخدام دوال التحويل، نضغط على الزر فقام بالتحويل. هذا ما كان لدي في درس اليوم، فقط التنويه الى يمكنكم استخدام المتغير في قسم البيبليك. قسم البيبليك مثلا اذا كان لديك نموذج اخر يعني ليس وحدة واحدة فقط، يمكنك استخدام هذا المتغير والقيمة التي فيه يمكنك الوصول اليها وتغييرها.